أصدقائنا الأطفال، إحنا نعرف إنكم شطار وأبطال وإنكم دايماً تحرصوا على ربط حزام الأمان، بس لازم نتأكد من 5 النصائح التالية. لازم نجلس بالشكل الصحيح وتكون جلستنا معتدلة عشان نترك حزام الأمان يعمل بالشكل الصحيح. لازم الحزام يكون مشدود على الكتف وليس على الصدر، ويكون مشدود على الحوض وليس على البطن. ولما نربط حزام الأمان لازم نتأكد من سماع هذا الصوت تك، فهذا الصوت معناته أن الحزام تم ربطه بالشكل الصحيح. بعد ما نربط الحزام لازم نتأكد أنه غير ملتوي ومستقيم. بعد ما نربط حزام الأمان لازم نتأكد أن كل اللي معانا في السيارة جالسين بالطريقة الصحيحة ورابطين حزام الأمان، لأننا نحبهم وسلامتهم تهمنا. ودمتم في أمان الله ورعايته.